السلام عليكم من الفضاء. والله شرف مرة مرة كبير أن نكون نحن في هذه الرحلة التاريخية. زي ما تشوفونا نطفو يعني ونحاول نثبت نفسنا. لكن فعلا أحب أبدأ الشكر بقيادتنا وصاحب الرؤية ولي عهدنا محمد بن سلمان على دعمه لهذه المهمة. شكرا للهيئة السعودية للفضاء، شكرا أكسيوم، شكرا سبيسكس، شكرا ناسا، طبعا شكرا لستو، لعائلتي الجميلة وأصحابي ورواد الفضاء السعوديين علي الغامدي ومريم فردوس على دعمهم في هذه الرحلة. لأبناء الوطن الغالي، نحن الآن في عصر التمكين والازدهار بفضل الله ثم قيادتنا، الحمد لله نحن الآن وصلنا عنان السماء.